العطلة باش نخدمه في طيب ذهني سنة خمسة مع الإصلاح الثلاثي الثالث. ما تنسيوش تعملوا أبوني للقناة وجيم للفيديو وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. إذا التمرين الأول، السؤال: أنجز العمليات التالية. سوف نقوم بإنجاز العمليات هذوما باش ننجزوهم والناتج نكتبوه لهنايا. أول حاجة نبدأ بالعملية الأولى، 4 ساعات و16 دقيقة و4 ثواني مع 5 ساعات و4 دقائق، عفوا وتسعة وأربعين دقيقة، هذه تسعة. أول حاجة لإنجاز العملية نقوم بكتابتها على الوضع العمودي، 4 ساعات 5 ساعات 16 دقيقة 49 دقيقة و4 ثواني. كي يبدا ما عنديش ثواني نكتب صفر ثانية، ديما ثواني تحت الثواني، الدقائق تحت الدقائق، والساعات تحت الساعات. هذه قاعدة نجمع عادي، 4 ساعات مع 5 ساعات تساوي 9 ساعات. نجمع توا 16 دقيقة مع 49 دقيقة، تجيني 65 دقيقة. باهي عنا 65 دقيقة و4 ثواني مع 0 ثانية باش تجيني، تبقى لي 4 ثواني، حاجة جمعتها مع الصفر. نعرفوا لي الصفر هو عنصر ماس. باهي بعد نجمعناهم تحصلنا على النتيجة هذه. هل معقول انه نجمو يبدأ عنا 65 دقيقة؟ الدقائق حدها حد 60 دقيقة، و60 دقيقة هي قديش؟ هي ساعة. دونك باش نهز 60 دقيقة هذيك، أو نعمل عملية قسمة، نعمل 65 على 60. دونك خارج القسمة باش نهزو للساعات، وباقي القسمة باش نهزو للدقائق. بعد ما قمت بعملية القسمة عملت 65 على 60، جاتني خارج القسمة 1 والباقي 5، إذا 1 ساعة و5 دقائق. هنا جيني باش نزيد هوني مع 1 ساعة، وهوني تولي لي 5 دقائق، وتبقى هناك هي 4 ثواني. إذا الناتج 9 مع 1 تساوي 10 ساعات و5 دقائق و4 ثواني، هذا هو الناتج. نتعدى توا للعملية الثانية، 10 ساعات و49 ثانية ناقص 5 ساعات و14 دقيقة و59 ثانية. نقوم كالعادة بالعملية على الوضع العمودي، 10 إلا 5 بتجيني 5، 49 إلا 14. هل معقول إني نطرح ثواني من دقائق؟ غير معقول بالطبيعة. عمل شنو باش نعمل؟ أول حاجة هنيكية، والثواني كذلك إذا كان حولتها هنية، من حولتها هنية مش باش نجم نطرح 49 من 59. ديما الصغير نطرحه من الكبير. عمل شنو باش نعملو؟ يلزمنا نلقاو دقائق هنيكية. كيفاش باش نكتبوها؟ مالا عندي لهنايا 10 ساعات، هذيك راهي مش باش تلقى 10. عندي هنايا 49 ثانية، 49 ثانية انا ما حشيش بها، لحزها منا، حشي توا بدقائق. كيفاش باش نهزها؟ يمشي من هوني نحي منك 10 ساعات، نحي منها ساعة اللي هي بتجيني 60 دقيقة. يعني هذه كي نحيت منها ساعة بقتلي 9 ساعات و60 دقيقة و49 ثانية. توا باش نحي على روحي 5 سوايع و14 دقيقة و59 ثانية. لهنا كي 49 شنو باش نعمل؟ باش نزيد نحي من 60، نحي منها 60 دقيقة، نحي منها دقيقة باش تولي لي 59، باش تولي لي 59، هذه باش تولي 59. وهنايا كيف نحي انا دقيقة، دقيقة 1 دقيقة يا قداش فيها من ثانية؟ فيها 60 ثانية. من 60 ثانية نجمعها مع 49 ثانية،
60 و49، 109. ما انت شنو ولت لي هناك؟ هي ولت لي 109. اي 109. اكهو بعد نكتب العملية متاعي عادية على الاخر ونخدمها. 9 الا 5 تساوي 4 ساعات، وعندي 59 الا 14 تجيني 45 دقيقة بيان سورة، و 60 الا 39 ثانية، هذه 39 مش 59، الا 39 بتجيني 21 ثانية. هكا نكون خدمت العملية متاعي. توا نكتب الناتج اللي هو 4 سوايع و45 دقيقة، واحدة وعشرين ثانية. تعدى اللي بعدها 8 ساعات، طارح 1 ساعة و14 دقيقة و39 ثانية. كيفاش باش نخدم؟ كالعادة نكتب العملية نتاعي على الوضع العمودي. به 8 ساعات وصفر دقيقة وصفر ثانية، باش تنحي منها 1 ساعة واربعتاش دقيقة و39 ثانية. هل معقول تنحي صفر من 39؟ مش معقول بالطبيعة. ما انا شنو باش نعمل؟ انا باش نحالي المشكل هذه الكل، نتسلف من هناكية ساعة باش تولي هناكية 60، واللي هناكية نتسلف دقيقة باش تولي لي هنايا 59، نفس الحكاية. تسلفت دقيقة باش تولي لي هوني 60، ونخدم عمليتي على روحي. 8 إلا هذه تولي 7، خاطر نحيت منها 60 دقيقة، 60 دقيقة هي ساعة. 7 إلا 1 باش تجيني 6 ساعات، 59 إلا 4 باش تجيني لحظة، 14 هذية، 59 إلا 14 باش تجيك 45 دقيقة، و 60 إلا 39 تساوي 21 ثانية. بالنسبة للعملية الأولى اللي هي العملية الثانية، ما هيش 21 ثانية، راهي 50 ثانية. والعملية هذه الناتج متاعها جاني 6 سوايع 45 دقيقة و21 ثانية. تعدى توا للسؤال الثاني. به السؤال الثاني، اكتب العمليات بالوضع العمودي وانجزها. 86.14 باش تضربها في 1.17. نقوم بكتابتها عادي على الوضع العمودي ونقوم بانجازها. نكتبوها كيف ما هكا، نعمل 7 في 4 وهكيك نضربها في بعضها كيف ما هكا، ومن بعد نقوم بالعملية عادي جدا وكأنه ما عنديش فاصل، وبعد نعد قديه عندي من رقم وراء الفاصل. عندي 1 2 3 4، عندي 4 أرقام مالة هنية باش ان الفاصل يمشي 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 يمشي، يعمل لي 4 هناك، 4 أرقام يلزم بجيني 100.7838. 3100 على 9 باش نخدموها على شكل العمود. عندي هنا يا خارج القسمة 344 والباقي 4، اذا 344 مع 4 اللي هو الباقي. 7125 طارح 613.91. نقوم بالعملية كالعادة. نجيب بكتابتها كالعادة على الوضع العمودي كما هكا ونخدمها عادي جدا. الناتج باش يجيني 6511.09. نجمو تقوموا بالعملية هذه وحدكم. نتعدى توا للتمرين الرابع. احسب ذهنيا 0.1 ضرب 10، لهنايا باش نوخر
فاصل هذية، فاصل هذية اني ضربت. شوف باش نعمل، شنو يلزمني نعمل؟ عندي هنيكية صفر بركة، دونك باش نقدم الفاصلة هذي باش تقدم مرة باش تجيني صفر واحد، يعني واحد. الهنيكية عندي زوز أصفار، زوز أصفار، دونك باش نقدم الفاصل مرتين باش تجيني صفر صفر 32، دونك هي 32. عندي هنيكية ثلاثة أصفار 1000، دونك قداه باش نقدمو من مرة الفاصل؟ دونك باش نعملو بهي 1.01 نضربوها في 1000 تجيني 1010، 87.1 نضربها في 100 باش تجيني 8710. باش نقوم توا بعملية القسمة، 0.01 على 10 شنو باش نعمل؟ الناتج نتاعها جيني 0.001. شنو معناتها؟ معناتها انتي خديت الفاصل هزيتني خاطر في الضرب نمشي هكا على اليمين، في القسمة نمشي على اليسار 0.01. شنو باش نعمل؟ باش نمشي على اليسار. كي باش نمشي على اليسار فاصل باش يمشي قدام الخطوة، باش يمشي خطوة برك خاطر هي 10، باش يمشي رقم معناه باش تجيني 0.01، 0.001 عفوا، 0.002 باش نقسمها على 100 الناتج 0.00002 4 أصفار من ورا الفاصل، 0.003 نقسمها على 1000 باش تجيني 0.00003 5 أصفار، 0.04 نقسمها على 10 باش تجيني 0.004، وحول العدد الكسري إلى عدد عشري. نعرفوا لي كل عدد كسري هو عدد عشري، نجم نكتب في صيغة عدد عشري. 1 على 100 هي 0.01، 10 على 100 هي 0.1، 13 على 100 هي 0.13. هكا نكونوا كملنا امتحان الحساب الذهني بالنسبة لسنة خامسة. نلقاو إن شاء الله في امتحان الجيت، أنا عملكم امتحان رياضيات. فكركم باش تعملوا أبوني للقناة باش يوصلكم كل جديد نهبطوه، وتزوروا القناة نتاعنا تكليك على كلمة بلاي ليست وتاخذ الدروس في المستوى اللي حاجتك بيه.